من يوم افتتاح موسم القنص بمحمية ضواحي شفشاون. صديق من زينة فاضل سعدون. من أجل هذا المشهد الفرجوي في رياضة القنص ظل هواتها يعدون العد لأشهر من توفير جميع المستلزمات التي يتطلبها موسم قنص جديد. نحن في إحدى محميات القنص المؤجر بنواحي شفشاون، حيث ظلت المجهودات متواصلة لتوفير الوحيش وحمايته ضمانا لفرجة القنص يوم افتتاح الموسم الجديد. نهار ديال الافتتاح أنه كيكون يوم عيد عندنا بالنسبة لنا للصيادة وداكشي. الحاجة الموجودة عندنا الحمد لله خير موجود، ربي كريم، كل حاجة موجودة الحمد لله في الساعة. توفر القنيص في هذه المحمية أضفى على يوم الافتتاح ابتهاج لدى ممارس هذه الرياضة، مع احترام العدد المسموح قنصه من الطرائد حسب القرار السنوي المنظم للقنص، والذي حدد عدد طيور الحجل في 4 وأرنب واحد لكل قناص. ويبقى أطر وتقني مصالح المياه والغابات ساهرين على احترام ضوابط القنص السليم. هذا الموسم هذا قامت المديرية الجهوية للمياه والغابات بتطوان مجموعة من الإجراءات، من ضمن هذه الإجراءات هو السهر على صيانة تشوير المحميات الدائمة، وكذلك تشوير النظام الجديد المحمية الثلاثية، ومراقبة تشوير حتى المكريات ديال القنص. كذلك تم تنظيم عدة أيام تحسيسية لفائدة جمعية القنص، كانت مناسبة لتقديم وعرض التدابير التنظيمية لممارسة القنص. هكذا إذن كان يوم الافتتاح بهذه المحمية المؤجرة، يوم فرجة لهواية القنص المتجذرة في التراث الشعبي لمختلف مناطق المغرب. هواية تتطلب اليوم تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل ضمان استمراريتها من خلال ضمان قنص مستدام يوفر الوحيش ويحافظ عليه ويحارب كل أشكال القنص العشوائي. ملف القنص وانطلاق موسم القنص يستوقف نادي اليوبية، تعد وتقدم كل اثنين فقرة بيئتنا. أهلا بك نادية. أهلا بك سماء. إذن شاهدنا نموذج من نواحي شفشاون، عملية أو موسم القنص انطلق. كينطلق مبدئيا الأحد الأول. نعم. من أكتوبر. نعم. وفق أجندة، شنو هي هذه الأجندة نادية؟ نعم، كما قلت يا سناء، القنص الذي ينتظر صراحة بشغف هوته هو ينطلق وفق قرار سنوي للقنص، وهو القرار الذي ينظم مواعيد افتتاح هذا الموسم وانتهاء فترة القنص والنظام الخاص به أيضا ما بين 3 أكتوبر إلى لهذه السنة إلى 2 يناير، يتم فيها قنص الحجل مثلا والأرنب الوحشية، أيضا طيور الماء والمارة ما عدا اليمام، ثم الحيوانات التي قد تصبح ضارة، ثم القنبرة والقنبرة البرية. والقنبرة هو هذا الطائر الذي نراه خلفي هنا. إذن القنبرة والقنبرة البرية يسمح بقنصها في الفترة الممتدة ما بين 3 أكتوبر إلى 20 فبراير، بينما طائر السلوى فيمكن قنصه من 3 أكتوبر إلى 21 فبراير. هذا ما يتعلق بطائر السلوى. ومن نفس موعد افتتاح موسم القنص إلى 27 مارس فيسمح في هذه الفترة بإحاجة الخنزير. أما قنص اليمام والحمام الجبلي وحمام الغابة والحمام البري فيسمح لهواة القنص بقنصه من 16 يوليوز إلى 5 شتنبر. وكما لاحظت معي فالأيام هي مقسمة أو الموسم مقسم حسب أجندة يجب اتباعها. شكرا لأنه تعرفت على بعض أنواع الطيور نادية، خاصة القنبرة جميلة جدا. إذا لابد أن هناك الأشخاص اللي ما كيحترموش قانون القنص، هناك مخالفات في حق من لا يحترم الحياة البرية. نعم، نتفق جميعا على أن القنص هو هواية وأيضا رياضة ومتعة عرفها الإنسان منذ القديم، لكن بعضا من القناصين غير المسؤولين يقترفون أفعالا شنيعة ضد الحياة البرية. وحسب أرقام زودنا بها الأستاذ محمد السعيدي، سيد محمد السعيدي هو رئيس قسم القنص والمياه والصيد بالمياه القارية بقطاع المياه والغابات، فقد تم
تحرير 449 محضرا هذه السنة مقابل 557 خلال الموسم الماضي. 24% تتعلق بمخالفة القنص في المحميات، إضافة إلى مخالفات أخرى ترتبط بقنص أنواع ممنوع قنصها وبعدم الإدلاء بوثائق القنص، أيضا بالقنص خارج الفترات المسموح بها. لكن صراحة سناء، لحسن الحظ أن هناك من يعشقون الحياة البرية، هناك من لهم غيرة على الحياة البرية وجعلوا من أنفسهم مدافعين عنها بشتى الوسائل. ربيع واحد من عشاق البراري، اتخذ من التصوير الفوتوغرافي أسلوبا للمطالبة بالحفاظ عن الأحياء أو الأحياء البرية وتلك التي تعيش في المياه. دعونا نكتشف معا هذه المبادرة وهذا المصور الفوتوغرافي. الغربية المغرب ديالنا من هذا التنوع البيولوجي وكيفية الحفاظ عليه. كنتمنى من بعض المواطنين يحاولوا يحافظوا على الثروة الحيوانية، خصوصا في الآونة الأخيرة وليت كنشوف انقراض بزاف ديال الأنواع ديال الحيوانات. مثلا طائر الحسون بدا العدد ديالو كيتناقص بشكل رهيب جدا بسبب الصيد العشوائي، وماشي مره ماشي جوج ساعات، يعني السلطات في القبض على مجموعه من المهربين لهذا النوع من الطيور. وما اجملها هوايه ناديه اليوبي، خاصه انه تخلى على المهنه ديالو، هو اوبتيسيان في الاصل. نعم، هو تخلى على المهنة دياله، ثانيا هو أيضا يعلن عن أي مخالفة شاهدها، لأنه يعشق جدا الحياة البرية ويعشق الحيوانات ويدافع عنها، وقد وجه نداء للمواطنين لكي يكونوا هم أيضا ينصبوا أنفسهم مدافعين عنها. يجب أن أقول لك سناء صراحة أن سيد ربيع قد تواصل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك، عبر ماسنجر صفحتنا على فيسبوك دوزان بومبيا، وأيضا يمكنكم التواصل معنا أيضا على البريد الإلكتروني citoyen@ecolo@ ولا تنسوا أن موعدنا هو الاثنين القادم.